شو هاد؟ في مسابقة لتربحوا تابلت؟ شو فظيعة! بس عليكم تشتركوا بالقناة وتكتبوا شو؟ إيميلكم والبلد اللي ساكنين فيها؟ استنوني! شو؟ هيلا عندها قناة جديدة كمان؟ هذا الفيديو الجديد؟ أنا بدي أشوفه! الرابط بصندوق الوصف ما؟ لا ما بدي اسكت. انا جوزي اخذ مناقصه ب20 مليون، اصلا زوجي ما في مثله، وجوزي هو اصلا تاجر شاطر اشطر من زوجك. يلا مشروع ب20 مليون. 20؟ ايه طبعا. شو فظيعة! ولي شو كتار! 20 مليون! ايه ألف مبروك! ماما! ماما ليش حكيتي؟ كيف يعني سحبوا مني المناقصة؟ كيف يعني؟ شو الشغلة لعبة؟ ماما! ولي على عمتي، ولي على عمتي، لك هدول 20 مليون يروحوا من ايدي هيك. ام لطفي، ايه كان بدي اقول لك الف مبروك يا اخي ابو هيلا. ايه بس يا فرحة ما تمي. ايه ها عن اذنكم بعدين. هيلا قومي قومي اعطيني كيس الاقضام اللي جبتلكم اياه، يعني ما حلوة اترككم الاقضام عطفي. هلا بتفكروني عم جاكركم، وانا ما بقبل جاكركم. لا والله لا والله. شو؟ حاش تزودوني؟ ايه ما دخلني؟ يضغطوا على زر اللايك يا درساني عشان تشوفوني مرة تانية. ابصر شو عم تعمل فتحية وزوجها. الو جاي لعندكم، زوجي جاب مشروع جديد. غلطوا على وشي، لا تشتركوا بقناتي.